البراميسيوم هو كائن حي وحيد الخلية، ينتمي لمملكة الطلائعيات، ينتمي إلى قسم الأوليات شعبة الهديبات. يتميز بشكله المغزلي، طرفه الأمامي يعرض والخلفي مدبب. يحتوي التركيب الخارجي للبراميسيوم على قشرة تعطيه شكله المحدد. هذه القشرة محاطة بمجموعة من الأهداب تساعد في عملية الحركة. أما عن التركيب الداخلي فيشمل الإكتوبلازم، هو غلاف خارجي شفاف، والإندوبلازم وهو داخليا محبب يوجد به نواتان كبيرة وصغيرة، حيث تختص الكبيرة بالعمليات الخطرية أو الحيوية، أما النواة الصغيرة فتختص بالتكاثر. بالإضافة لوجود ميزاب فمي ينتهي ببلعوم يدخل من خلاله الغذاء. كما يشتمل تركيب البراميسيوم على فجوتين من قبطتين. يعيش البراميسيوم في البر قنوات المياه العذبة، ويتغذى على الكائنات الحية الدقيقة الموجودة فيها مثل البكتيريا. تبدأ عملية تغذية البراميسيوم بأن تدفع الأهداب الموجودة في الميزاب بتيارات من الماء الموجودة المحملة بالغذاء باتجاه الفم الخلوي، ويعمل الغشاء المتموج على إدخالها في البلعوم الخلوي، حيث تتجمع المواد الغذائية مع القليل من الماء، مكونة فجوة غذائية عند نهاية البلعوم الخلوي. عندما تصل إلى حجم معين تنفصل عن نهاية البلعوم الخلوي، وتبدأ الفجوة غذائها جولتها في الإندوبلازم لإتمام الهضم. خلال هذا الدوران تفرز البراميسيوم أنزيمات هضم من الأيسوسات إلى داخل الخلية لتحلل الغذاء وتسحب نواتج الهضم إلى السيتوبلازم، وتستكمل الفجوة الغذائية دورانها لكن بحجم أقل، إلى أن تقترب إلى فتحة الشرج المقدم وتنفجر وطاردة الفضلات خارجه. وأما إخراج الماء فيتم إخراجه عبر الفجوات المنقبضة التي تختص بتنظيم الماء في الخلية، حيث يتجمع الماء الزائد داخل قنوات شعاعية يتراوح عددها بين 6 و 8 قنوات. وبعد امتلاء هذه القنوات تدفع الماء نحو الفجوة الوسطية. عندما تصل الفجوة إلى حجم معين فإنها تقترب من السطح، حيث تضرب محتويات الماء إلى الخارج عن طريق ثقب مؤقت في طبقة الجليد. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمل الطالب عبد المحسن من الصوفي، شرف الأستاذ مالك إبراهيم الباري.